السلام عليكم ومرحبا بكم في نهار جديد وصفة جديدة مع خديجة الأندلسي. وصفة هذا النهار وصفة راقية ومميزة بحال ديما. جبت لكم واحد التورتة اللي تقدموها بوجهكم احمر جديدة بزاف، النضر ديالها زوين والمقادير ديالها يعني متوفرة في تقريبا في كل بيت. اش غادي نقول لكم، ما نطولش عليكم، ندوزو المقادير وطريقة التحضير. المقادير اللي عندنا العجين، يعني عندنا 400 غرام ديال الدقيق، شويه ديال الملحه، خميره، عندي هنايا الروح ديال اللوز، يعني تقدروا تستعملوا الفاني ولا اللي متوفر عندكم. عندي هنايا 150 غرام ديال الزبده، الحليب هو اللي غادي نعجنوا به التورته ديالنا، يعني ما غاديش نعطي واحد القياس، يعني على حسب الدقيق من طبيعة الحال، وهاد التورته ما تجيش خفيفة باش ما يهبط ليناش فيها الشوكولات وهاد الكركاع وداكشي، باش ما يهبطش تحت التورته غادي تكون شوية ثقيلة. عندي نوتيلا، عندي 130 غرام ديال سنيدة، أنا كنستعمل 130 غرام، يعني تقدروا تستعملوا حتى 150 غرام، يعني إلا كنتو كتبغيو الحلاوة. عندي جوج ديال لي بواغ يكونوا طايبين اختياريين، يعني تقدروا تستعملوا التفاح ولا تقدروا تماما تستغنيو عليهم. انا كنت عطيت في شحال هذه واحد الوصفه شبيهه بهذه، ما فيهاش الكركاع وما فيهاش نوتيلا، فيها الشوكولات العادي. عندي ثلاثه البيضات، وعندي هنايا كاكاومر، هاد الكويرات بحال اللي تخف انا اللي صوبتهم، يعني كتصوبوهم بنوتيلا، يعني التحضيرات اللي غادي نوجدوها قبل من التورته هي هذه. غادي تاخذوا نوتيلا وغتاخذوا واحد الزيفه غديروا فيها كاكاومر، وغادي نبقاو ناخذوا واحد شويه بحال هكا صافي، اللي كنهزلوه وكنغلفوه بالكاكاو مر على شكل تخيف على هذا الشكل صافي، كتقادوها بحال هكا وكنحطوهم جانبا في هذا الطبسيل. يعني كنستمر بحال هكا، يعني غادي ندير واحد، يعني ديروا العدد اللي نتوما حبيتو، يعني كاينين المحبين ديال النوتيلا، انا عندي في الدار المحبين ديال النوتيلا بزاف، هي المساند الرسمي. غادي نكثر شويه صافي، كتصوروا هكا على شكل كويرات صافي، كنحطهم في الطبسي جانبا. من بعد اللي غادي هاد الشكل كنديروها في التورته ديالنا في العجين الداخل. هاد الكركاع غادي من طبيعة الحال غادي نهرمشو على هاد الشكل، وغادي ندوزو في المقلاة مع معلقة كبيرة ديال الزبدة ومعلقة كبيرة ديال السنيدة، منساش خميرة، عندي هنايا خميرة وحدة ديال 16 غرام. دابا غادي ندوزو باش نوجدو الطرف ديالنا، لأن لي بواغ حتى هما خصهم يتنقاو، وغادي نقطعهم مربعات. ودابا كما كتشوفوا معايا ها هما هاد لي تريف ديال نوتيلا كما وجدتهم، كما شفتوا معايا انا زدت العدد، الكاكاو يعني كيبقى كتمرمدوهم في الكاكاو، وهادو انا قطعته غير بالموس، يعني ما بغيتش نطحنه في الطحانه باش يبقى هكا مهرمش كبير، باش يبقى باين في التورته ماشي بحال كان منيل بزاف. غادي نحطو جانبا، ودابا غادي نبداو نعجنو التورته ديالنا. لي بواغ ها هما قطعتهم، يعني خصهم يكونوا طايبين، لما كانوا طايبين يعني بلا ما تستعملوهم ما غاديش يجيو زوينين. دابا اول حاجه غادي نبدا بها وهي سنيده، غنزيدها شويه الملحه، طبيعة الحال ديك القبيصه ديال الملح دائما ضروريه. عندنا هنايا الزبده كتكون من الاحسن في حراره المطبخ، وانت تبداو تخدموا الزبده ديالكم مع السنيده على هذا الشكل. يعني كتولي على شكل بوماده بحال هذا الشكل. دابا كنضيف في الجنب ديالنا هنايا ثلاثة البيضات، غادي نضيف واحد شويه ديال روح اللوز، يعني اختياري ديرو نتوما النسمه اللي كتفضلوها هي اللي دير.
صافي كنبدا نخلط كلشي. عندي هنايا 400 غرام ديال الدقيق غادي نستعملوها كاملة. شويه بشويه غادي نبدا نضيف الحليب، ما تخافوش من الحليب، انا غادي نضيف وعيني مزيان. ما غاديش تكون كما قلت لكم هاد الطورطه ما غاديش تكون جاريه نهائيا، خاصها تكون ثقيله. ما غنديروش داك العجين ديال الكيك الخفيف في هاد الوصفه. انا غادي نوريكم القوام ديالها. دابا غنزيد الخميره ومازال غنزيد واحد شويه ديال الحليب. دابا غادي نمسح هاد الخميره، غادي نزيد واحد شويه الحليب، كتجي على هذا الشكل، يعني انها كما كتبان لكم راه ماشي عجينه ديال الكيك خفيفه بزاف، هذا عجين ثقيل. دابا غادي نزيد فيه لي بواغ، غادي نكبو في المول. صافي الطورطة هي واجدة كما كتشوفو معايا بسرعة، غادي نكبو في المول وغادي ندوزو لهاد الكركاع، ندوزو شوية في المقلاة مع الزبدة والسكر قبل ما نديرو فوق الوجه ديال لاطاخت. دابا غادي نكبو لاطاخت ديالنا، يعني ديرو سباتي ديرو اليد لكم الاختيار، انا كنستعمل غير يدي ديالي لان ما عندهاش انت بايد. هذا الشكل صافي كنقادوها. واخا كتجبد لكم ما مقاداش من الوجه، ولكن اين فوا غادي طيب غتبان لكم انها قادات. دابا كنديرو هاد الشوكولا ديالنا هنايا، هاد النوتيلا اللي غلفناها، غادي نبداو نحطوها على هاد الشكل، كنحاولو ندخلوها، غنديرو في كاع الجوانب ديال التورته. الأماكن كلها، يعني كل جهة خصها يجي فيها الشوكولاط. المحبين ديال الشوكولاط يبانو معانا. ولا قول ليا كلشي محبين ديال الشوكولاط، سبحان الله القليل القليل اللي كتلقاه ما كيعجبوش الشوكولاط. ولا كيبان فيها الفوق بحال بحال حطيت فوقها البرقوق. كلها يعني دابا مغطيه بالشوكولات. شفتوا كيفاش كتبان لكم الطورطه من الفوق؟ كلها يعني حطيت في الوجه ديال الشوكولات. دابا غادي ندوز للكركاع، غادي نحمرو، درت المقلاه انها تسخن. دابا غادي ندوزو لوجدو الكركاع اللي غيجي فوق وجه الطورطه. كما قلت على النار، انا وضعت هذيك الملعقه كبيره ديال الزبده، وغادي نبدا نضيف عليها الكركاع ديالنا. غادي نبداو نجيبو غير واحد شويه، يعني ما غاديش نخليوه يتحمر لانه غادي يطيب. ومره اخرى في الفرن غادي نديرو هذيك الملعقه ديال السكر.
صافي غادي ندوه نجيبوه لمده اش غادي نقول لكم دقيقه حتى لواحد دقيقه ونصف. ودابا اش كيما كتشوفوا معايا الكركاع ديالي يعني دوزناه واحد دقيقه دقيقه ونصف فوق النار. دابا غادي نبداو نحطوه على هذا الشكل فوق الطاسه ديالنا. يعني الا حمرتوه بزاف راه غادي يلتصق لكم مع بعضياتو كما قلت لكم راه دقيقه حتى دقيقه ونصف راه كافيه على نار مزيله. في هذا الاثناء خاص الفرن ديالكم يكون شاعل لان قربنا ندخلوها الفران يعني ما خصش الفران يكون بارد. تعطيها واحد الكركاع غادي يعطيها واحد القرمشه للوجه. صافي دابا غادي ندخلها الفرن ثم غادي بعد قليل غادي نشوفوها في طبق التقديم. التورته ديالنا كما كتشوفوا معايا ها هي واجده يعني جات مقرمشه من الفوق ما نقولش لكم واحد الريحه طالعه منها رائعه. احسن تورته توجدوها نهار تبغوا تهلاو في راسكم ولا تهلاو في ضيافكم يعني كامله مكموله. اش غادي نقول لكم نتمنى انكم تحطوا لي لايك ديالكم لي كومونتير ما تحرموناش من الاشتراك. الناس اللي باقي ما اشتركوش في القناه كنتمنى انكم تشتركوا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد بصحه وراحه وحتى الفيديو الجاي ان شاء الله.